السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس محمد إبراهيم من قناتكم محمد حمودة للتقنيات. إن شاء الله النهاردة ناخد حاجة اسمها جوجل ترندز، أو أكتر حاجة بيهتم بيها الشعوب عنها حاليا في نفس اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. بالنسبة للموقع ده هسيب لكم رابط الموقع أسفل الفيديو. هنا مكتوب تحت خالص إيجيبت، تمام، هي مصر. لو انت عايز تغيرها تضغط عليها، اجيبها تاني، اضغط عليها ضغطه، اجيب لك كل دول العالم، فرنسا، انديا، جرماني، كله. مثلا خلينا في الارجنتين، لو ضغطنا يجيب لك الناس اللي بتبحث حاليا في السيرش على جوجل بيكتبوا ايه. مكتوب ارجنتينا، ايبك جيم، ايبك جيمز، ايبك جيمز فرانك، كلمات كتير جدا. تمام، هنكتب، هنعمل ايجيبت تاني، هنغير، هنضغط عليها تحت للدنمارك، هنضغط تاني هنا، نختار ايجيبت، جاري التحميل. لو انت عايز يعني كلمة واحدة بتتكتب او اشهر كلمة، بتضغط هنا على اقصى اليسار في مربعات كده، مجموعة مربعات، اول ما تضغط عليها تظهر لك كده، شايف ده كلمة كلمة. يعني حاليا اللي بيكتب دلوقتي، حاليا حد بيكتب دلوقتي الحاجات دي. طب لو انا عايز كلمتين بقوم عامل مربعين، عايز اكتر بقوم مختار، لو كله بختار المربع الكل اللي هو الزاوية هنا يجيب لي كله. لو انا عايز مربع واحد بضغط مربع واحد بس يجيب لي مربع واحد. لو ضغطت على المربعات، مجموعة المربعات دي، وضغطت اخر مربع في الزاوية اللي هو ده، المربع الاخير ده، يجيب لي جميع الايه، الشاشة كلها تبقى كلها كلمات. هشام بركات، احمد طه حسني، هشام بركات، مسلسل خيانة عهد، مسلسل الفتوة، ايبك جيمز، دعاء اليوم الثاني والعشرون، مسلسل الفتوة الحلقة 22، مسلسل خيانة، مسلسل الطقس غدا، مسلسل اختيار، مسلسل فرصة تانية. ده بيفيد بالذات أصحاب القنوات إن هما يوجهوا التاجز أو الكلمات المفتاحية، بحيث إنك أنت تقدر تعرف بالظبط إن دلوقتي الناس بتبحث عن إيه، وتقدر توجه الفيديو الخاص بيك على اهتماماتهم، وبكده تعمل مشاهدات عالية جدا للفيديو الخاص بيك ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل اعجاب للفيديو، ولو في اي استفسار سيبوه في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.